خد يا بنت، تعالى يا بنت، قست درجه حرارتي. يا لهوي ده انت مرتفعه الحراره. يا جدعان والله المكان ده مش محتاج نظافه، قلوب الناس هي اللي محتاجه نظافه، اللي واقفه دي قلبها محتاج يتنظف. خد المنظفه، انظف لك قلبك. تعالي خد، هات الفلوس، يلا هات الفلوس، هات الفلوس. ايوه كده. انتوا يا جدعان ما تعرفوش الاسم اللي مكتوب على اليافطه ده ولا ايه؟ الحاله بتتفرج عليا انا؟ بتتفرج عليه؟ لا ياما، انا السايبر بتاعي سايبر محترم. طب يا رجاله، لعبه جديده، لعبه جامده جدا، ناس كتير قالت لي عليها، بقى لعبه مقهى الانترنت. هندخل دلوقتي نجربها مع بعض. اللعبه ده صاحبي هسيبها لك موجوده تحت الفيديو في اول كومنت لو انت عايز تحملها لاجهزه الاندرويد، فهي هتلاقيها موجوده تحت الفيديو في اول كومنت. يلا بينا نجرب اللعبه، نقول له نيو جيم. طبعا هنا بيطلب مننا ان احنا نسمي المقهى بتاعنا اصلا، ونلبس بس السماعه عشان ندخل كده. انا مش عارف انا اعمل ايه في اللعبه، انا لسه هدخل استكشف كل حاجه فيها دلوقتي. فدلوقتي سايبني في قلب بيت، البيت ده شكله في منطقه عربيه. استنى، في حاجه، ايه ده؟ ده جوزه. لا لا لا، اوعى، انا بشرب جوزه. ادي يا حبالة بشرب جوزه اهو. بص بص اهو، نفتح الباب بتاعنا. وايه ده؟ ده الاسانسير. اه تمام، نشغل الاسانسير، نطلب الاسانسير كده. بيقول ان الباب مش هيتفتح الا لما الاسانسير يطلع لفوق. تمام، ماشي ماشي، ادينا مستنيين اهو. طلع اهو، يلا يا صاحبي افتح الباب. سلام، ايه الباب ده؟ واو، اقفل بقى الباب تاني يا صاحبي، اقفل الباب. استنى يا عم نقفل الباب بس كده. المفروض ان انا انزل في الدور الاولاني اللي هو تحت خالص. تمام كده، احنا ماشيين تبع التعليمات اللي اللعبه بتديها لنا. وانا بلعب اللعبه ده على جرافيك ايه؟ معلش كده، الجرافيك فير هاي، عالي قوي، فير هاي. طب ما نخليها هاي بس يعني عشان خاطر الجهاز ما يصوتش مني بس. يلا يا صاحبي افتح يا صاحبي. اوه الله، بدايتها كده قابلنا كلب وقطه وكلب تاني. ايه حديقه الحيوانات اللي احنا دخلناها دي؟ في كلب تالت هناك اهو. هو ايه الجري ده يا صاحبي؟ انت ريمبو ولا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ بولي جو تو ذا يور انترنت كافيه. بولي روح للكافيه بتاعك. فين الكافيه؟ اضغط ام. ده الكافيه بتاعي، يور انترنت كافيه، هو ده الكافيه بتاعي. طب تمام حلو كده، احنا عرفنا الكافيه بتاعنا فين. بس يا جماعه الشوارع كده محسساك ان انت ماشي في منطقه عربيه. فين المقهى بتاعي؟ اه اصلا يا جدعان المقهى بتاعه مكتوب عليه اسمي اصلا. واو، ايه الناس دي؟ ابو سمره 07462954429. خلينا نفتح يا جماعه المقهى بتاعنا، خش كده عليه. يا صلاه النبي احسن، بسم الله ما شاء الله. ايه المكان الزباله دي يا صاحبي؟ انت بتزقني وانت ماشي ليه يا صاحبي؟ اضربك يعني دلوقتي؟ لابس قناع فانديتا. خلينا نخش كده بقى. ايه احنا هنعمل ايه الاول؟ ثواني، وبقول لي شغل الكهرباء، شغل الكهرباء. تمام كده شغلنا الكهرباء. حاجه تانية، كلين يور كافيه. اه بقول لي نظف المكان بتاعك، بقول لي المكان كله زباله نظفه. فعلا المكان كله زباله. هتمسك يا عم المقشة يا عم، بقول لي بقى نظف كده. يا جدعان والله المكان ده مش محتاج نظافه، قلوب الناس هي اللي محتاجه نظافه، اللي واقفه دي قلبها محتاج يتنظف. خد المنظفه، انظف لك قلبك. تعالي خد، انت بتعمل ايه؟ انت شكلك حرامي اهو، تعالى خد لك مسحه. المكان نضيف وبقى 10 على 10، ارمي بقى البتاع دي بس كده يا صاحبي. بقول لي اشتري كمبيوتر واشتري كيسه واشتري كيبورد. انا عايز نشتري تجميعه كمبيوتر. ماشي يلا، خلينا نشيل الترابيزه دي كده. ايوه اهي اهي، بس كده سيب بقى، سيب بس. الله ينور علينا كده، حطينا الترابيزه. وبقول له ان ناقصها التجميعه دي، كيسه كمبيوتر، شاشه، كرسي. وادي الكرسي اهو، مش هشتري كراسي انا، تعالى ادي كرسي اهو. ايوه يا سلام عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايوه كده. طيب كده خلصنا يا جماعه، لسه فاضل لنا الكمبيوتر بتاعنا. مش العصايه دي لايه؟ العصايه دي عشان لو حد هجم عليها ولا حاجه اقوم مديله على راسه على طول. بيو. طب ارمي ارمي يا صاحبي العصايه دي، ارمي العصايه كده. تمام، بس اخد المقشه دي اركنها في جنب كده عشان ايه تبقى لوحدها. ارميها هنا كده بس. نقعد على الكمبيوتر بتاعنا، المفروض ان الكمبيوتر ده بتاعي، هقعد عليه وبعد كده نشغله. بقول لي سبيس. ده مش كمبيوتر يا جماعه، ده جرار زراعي. نهار ابيض، ايه ده؟ هنبدا بقى دلوقتي نخش على المتجر بتاعنا ونبدا نشتري الكمبيوتر عشان يجي لنا اونلاين. والله ما انا عارف هشتري منين يا جماعه. زامازور، اه هنشتريه من زامازور، هو كاتب لي فوق اهو ان انت هتخش على زامازور وتشتري جهاز كمبيوتر. يا لهوي كيس كمبيوتر غاليه قوي، انا عايز واحده رخيصه كده في البدايه. فممكن نشتري 400 دي. عايزين بقى بعد كيس الكمبيوتر، احنا قلنا هنشتري اه كيبورد وماوس. فين الكيبورد ده؟ تكييف. لا يا عم مش دلوقتي، معيش فلوس للتكييفات. ده الدراعات عشان نجيب لهم بلاي ستيشن وكده، ممكن نجيب لهم دراع صغير كده، دراع اتاري برضو كده. السله بقى فيها حاجتين. كيبورد اه يا شباب، يجيب لنا كيبورد حلو كده. يا نهار ابيض، كيبورد لوحده ب 810 دولار. لا انا هجيب ارخص كيبورد، ما عادش ناقصنا حاجه. ما جبنا الكيبورد وجبنا الماوس وجبنا الكيسه، ناقص الشاشه. احنا جبنا ماوس لسه ما جبناش لا ماوس بقى، ده الماوس اهو
استنى هنجيب برضو ارخص ماوس. الشاشات يا شباب خلينا نجيب لهم شاشه برضو. الشاشه دي حلوه. تمام تعالى بقى نروح نحاسب. يلا اوف الكهرباء اتقطعت وانا بشتري. يا نهار ابيض يا خراب عليكي. لازم تهزري يعني دلوقتي قطعت لي الكهرباء وانا بشتري؟ الكهرباء دي شكلها يا جماعه بوظ الدنيا والله. لسه الجهاز هيشتغل من الاول تاني كومبليت يا جماعه. كده المجموع كله 1249. تمام يا صاحبي اعمل كومبليت. تمام كده يا صاحبي احنا اشترينا. نقوم بقى من على الكمبيوتر. بيقوم بايه؟ بيقوم بالكيو. تمام بس كده كده احنا قمنا من على الكمبيوتر. المفروض بقى ان احنا هنستنى الحاجات الاونلاين اللي احنا طلبناها دي لحد ما تجيلنا هنا. الليل دخل علينا واحنا قاعدين جوه ومستنيين لما نشوف ايه اللي هيحصل. ازيك يا قمر؟ ازيك يا حلو يا جميل؟ انت عسل. عندي محل اصلا وخرب الدنيا. كل الكمبيوترات اللي انت عايزاها جيمز العاب. جاب شويه معدات واجهزه. ضرب نار في صباح الباكر. ايه ده؟ مين ابو جمل ده؟ لا 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 ده هو اللي جاب له البضاعه. البضاعه جالي من زمزور بالجمل. الجمل جاب له. خد يا اسطى بس اتكلم بس استنى. الراجل خد ساب لي الحاجه بالجمل وطلع يجري. ماشي يا عم. وفي كلب ميت هنا يا جماعه. يا جماعه ما ينفعش كده والله. ايه الحاجات الحلوه دي كلها؟ ايه الجمدان ده كله؟ شيل يابا. يلا ايه ده؟ شاشه. تعال يا شاشه. ندخل بقى نحط الشاشه جوه. نحطها هنا كده. ايوه هنا كده. ايوه بالظبط كده. تمام قوي كده. حلو قوي الكلام ده. خلينا بقى. انت يا صاحبي جاي تسرق الحاجه ولا ايه؟ اوعى اقسم بالله ازعلك. امشي يا ابني من هنا. ايوه من هنا. انت جاي تسرق حاجتي؟ الكلب طلع يجري وراه. افتح يا عم الشنطه دي. دي كيس الكمبيوتر. تعالي نحط كيس الكمبيوتر هنا. هنا كده. تمام تمام قوي كده. الجهاز الشاشه كيس الكمبيوتر. ناقص لنا ايه بقى؟ تعالى نفتح كده نشوف الحاجات الحلوه دي. ايه الدراع؟ الله طلبت دراع يا حضره الظابط. في حاجه ولا ايه؟ الدراع الدراع ده جبته بالغلط. مش هينفع اتحط هنا. انا هحطه عندي العب بيه بقى. هرميه هرميه في جنبي هنا اهو كده لحد ما ابقى اشوف اعمل فيه ايه. يا صاحبي انت شكلك جاي تسرق حاجه من الحاجات دي. فامشي من هنا احسن لك. انت جيت مع الشخص الغلط. انت ما قريتش الاسم اللي على اليافطه ولا ايه؟ يلا يابا يلا يابا طرقنا يا حبيبي. انا مش عارف الكلاب ايه حبها تيجي تقف وتنام هنا قدام المحل عندي. يلا حط ده كده. كيبورد. تمام قوي. كيبورد هنا كده. ناقصنا كده الماوس بس. ده ماوس. تمام ادي الماوس اهو. ونروح نحط الماوس. تمام قوي كده. ما شاء الله علينا. كده الجهاز اشتغل يا جماعه. كيسة الكمبيوتر شاشه كيبورد ماوس. يلا يا رجاله يلا يا زباني حلوين ادخلوا بقى. استنى بقول لك ايه قوم الحق. في حاجه انا عارفها في اللعبه دي ان انا لازم اشتري العاب للناس اللي هتخش عندي. فلازم ادخل اشتري لهم شويه العاب شويه حاجات كده. فين الابس؟ الابس التطبيقات. تطبيقات. هننزل سبوتي وهننزل ستيم وهننزل كل الحاجات دي عشان الحاجات دي بتاعت الالعاب اللي انا هشتري منها الالعاب. هشتري الالعاب من ستيم فهننزل كل الحاجات دي بقى. تعالى كده بقى نشوف حد هيجي لنا المحل ولا مفيش حد ناوي يجي. النهار عمال يغيب ويطلع وانا لسه قاعد مكاني. الراجل ده سكران ومفروض ان انا بروح له تقريبا. الراجل ده خد مني 100 دولار. طب خدهم مني ليه؟ ده كان فقير وانا عطفت عليه ب 100 دولار؟ معقول انا كريم قوي كده؟ يا جدعان حد هيدخل المحل بتاعي؟ الراجل ده حرام يا جماعه. ايه الالعاب خلصت خلاص كده؟ استنى كده اما نقعد على الجهاز بتاعنا الجميل. يلا. كل حاجه نزلت تمام اهي. فين ستيم؟ كل الحاجات نزلت اهي. ستيم اهو يا شباب. تمام نزل لهم كده كام لعبه حلوه. انا معايا 600 دولار فنحاول نظبط كده نفسنا بيهم. عايزين لعبه رايقه كده شباب. نزل لهم اللعبه دي. استنى نزل لهم اللعبه دي. تمام ننزل لعبه ايه كمان؟ ببجي. ببجي يا شباب. وعايزين لعبه كمان ننزلها لهم. انا هشتري شويه العاب برضه عشان الدنيا تظبط معانا عشان الناس اللي تدخل تبقى مبسوطه. بس كده كفايه قوي كده العاب. بس كده يا شباب عايزين بس زبون يدخل. بس انا مش عايز غير زبون يدخل. يا صاحبي تعالى يا جدو. تعالى يا جدو خد العب لك شويه بلاي ستيشن. ومحدش هيجي عنده ولا يا جماعه؟ كلوزد. ايه ده؟ ده مقفول. انا قافله. يا نهار ابيض وانا مستني الناس تجي لي وانا قافل البتاع بتاعي. يا حلاوتك اهو الكافيه بتاعي كلوزد مقفول من فوق. افتح كده. اوبن. قوم بقى من على الجهاز كده نشوف بره كده اوبن ولا مقفول ولا ايه ظروفه. اوبن اهو يا جماعه. شايفين بقى؟ لازم تاخد بالك يا صاحبي لو انت لعبت اللعبه دي لازم تاخد بالك. وانا قلت لك ان انا هسيبها لك موجوده تحت الفيديو في اول كومنت. احلى مسا عليك يا صاحبي. انت اللي هتخش تلعب مش كده يا صاحبي؟ خش خش خش. تعالى 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 بس والله اقول لك على حاجه. ايه ده؟ مين ده يا جدعان؟ انتوا عارفين مين ده؟ انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات. الراجل ابو وش اخضر ده اهو. ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ الاخبار. طب بص لي. واحد دخل عند المحل يا جدعان. واحد دخل عند المحل. ازيك يا ابو الصحاب؟ يا رايق يا جامد انت. اقعد اقعد حبيبي. بيقول لي روح للكمبيوتر بتاعك بسرعه.
واستنى استنى كمبيوتر علشان اظبط له وقت تقريبا او حاجه شبه كده. ريكويست تمام موافق. ده هيقعد كام ساعه ده؟ اوف شوف الفلوس عماله تعد عندي. هيقعد نص ساعه يا جماعه، هيقعد نص ساعه. يا حلو قوي الكلام ده، يلا بينا خلينا نقوم نشوف شغلنا يا جماعه. احنا محتاجين بقى جهاز كمان، يعني الجهاز ده مش نافع. انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ بتعمل ايه؟ اتفرج على اليوتيوب. طب فلوس فلوس يلا ايه ده؟ بيقول لي كاستمر ايه ده؟ استنى يا عم، بيقول لي ان هو خد الفلوس بتاعتك وجري وراح فين؟ اهو خد يلا، تعالى يلا سرق فلوسي يا جدعان. ما حاسبنيش والله، والله ما حاسبني. خد يلا خد يلا خد، هات الفلوس يلا، هات الفلوس هات الفلوس. ايوه كده خدت 34 دولار. عايز تضحك عليا يا اسطى، فاكرني مغفل. رحت جبته يابا، جبت الفلوس منه. انتوا يا جدعان ما تعرفوش الاسم اللي مكتوب على اليافطه ده ولا ايه؟ الولا لعب وطلع يجري. اتخيل شفت الغدر بيجي من اقرب الناس. خلاص يا صاحبي ارمي بقى البتاع دي، خلاص كده خلاص كده. ايه ايه البتاع دي بقى؟ دي بتاعتي دي. هلا ده بتقيس درجه الحراره بتاعت ايه ده؟ اختبار كورونا. اللي هيدخل هيقيس درجه حرارته. انا بقول لكم اهو في انتشار للكورونا واحنا مش ناقصين يا جدعان. تعالى يا صاحبي اما اقيس درجه حرارتك كده. حراك اسود، ده انت درجه حرارتك عاليه. خد يا بنت، تعالى يا بنت قيس لي درجه حرارتك. يا لهوي ده انت مرتفعه الحراره. واحد دخل عندي بالصلاه على النبي كده يا صاحبي. انت لو ضحكت عليا بقناع فندتا اللي انت لابسه ده مش هسيبك. هقعد بس على الجهاز عشان اظبط له الوقت بتاعه عشان الناس ديت. اهو ريكويست، هيقعد نص ساعه برضه. ماشي يا صاحبي اقعد نص ساعه براحتك، الفلوس عماله تعد. اوعى يلا بقى. بص بقى استنى بس عشان انا هعمل له حاجه حلوه. امسك البتاع دي عشان لو ايه. استنى بس هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بتفرج على اليوتيوب، فاتح اليوتيوب وبتفرج عليه. لا هو خلص كده وقام. هات الفلوس هات الفلوس بقى، هتتضرب هتتضرب الفلوس يا صاحبي. بقى الفلوس بقى يا صاحبي، الفلوس يا صاحبي. لا يا اسطى يا اسطى، مش انت وربنا، مش انت، مش قصدي انت، انا قصدي ده اللي انا خدت منه الفلوس. يا جدعان هو في ايه؟ المنطقه الزباله اللي انا فاتح فيها السايبر بتاعي ده، وكل شويه واحد ياخد الفلوس ويطلع يجري؟ والله مش اسلوب ده، ده بطيخ ده. واحد دخل وانا مش واخد بالي. نار ابيض، استنى يا عم استنى اما اظبط له وقته بسرعه يقوم يمشي. ما هم كلهم شويه حراميه على فكره. اصبر يا عم، الله لا اقوم له بالعصايه. تعالى ياض تعالى ياض، بتعمل ايه ياض؟ بتعمل ايه؟ هو كله يوتيوب كده؟ النور قطع، النور قطع وهو شغال. اقعد تاني يا صاحبي، يا صاحبي والله شغلت لك النور، اقعد. لا ده والله العظيم اخد الفلوس منه ازاي ده؟ بيتاخد الفلوس. لا وربنا ما قصدي، ربنا ما قصدي، انا عايز اخد منك الفلوس والله، والله عايز اخد مني الفلوس. ضربته، النور قطع، النور ده بقى غبي بصراحه، النور عاد بيقطع في اوقات غبيه، انا لازم اشوف حل. هو في واحده دخلت يا جماعه، اوعى اضرب يا صاحبي. ثانى حلوه، شغل بس الجهاز. في واحده دخلت كده واحنا قاعدين مع بعض. يلا يلا بسرعه بسرعه، اعمل لها ايه؟ ريكويست الطلب ابروف. دي هتقعد قد ايه دي؟ هتقعد لها فل مفتوح. اوعى مين اللي قاعده مفتوح دي؟ قاعده بتعمل ايه ده اخويا؟ استنى كده اما نشوف هي بتعمل ايه. لا كان في حاجه زرقاء دلوقتي. اوبا اوبا، خدت بالك يا دي احمد؟ كانت مشغله بتاع ازرق كده، مش طبيعيه البت دي. بصي انا قاعد لك اهو، هتدفعي ماشي، مش هتدفعي هتتضرب. لسه بفكر نرمي العصايه من ايدي، ارمي العصايه من ايدي اول ما تخلص. ايه ده يا احمد؟ ايه الحاله؟ بتتفرج عليا؟ لا بتتفرج عليه. لا ياما انا السايبر بتاعي سايبر محترم، الحاجات اللي انت بتتفرجي عليها دي ما تنفعش معانا. يلا يا حاجه لم عزلك وقومي، يلا قومي ياما، ما ينفعش الكلام ده، احنا ناس محترمين. شوف 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 يا اسطى، هو والله والله هو بشكله بغباوته. المهم تدفع فلوس، يعني لو دفعت لي فلوس ماشي. على النعمه انت خبره يا اسطى، يا مزاجه يا عنب ويا حلو انت يا جامد. يلا يا جدعان سايبر سايبر، حد عايز السايبر؟ ما فيش مشكله، ما فيش عندي غير جهاز واحد، عايز اجيب كمان جهاز هنا كده واظبط. والناس وسخت الدنيا يا عم، ارمي البتاع دي كده، امسك المقشه وامسح اللي الناس بتبهدله ده. ايوه شوف مبهدلين الدنيا، لا حول الله. شوف شوف اقعد امسح مكانكم كده كل شويه. خلاص بقى كفايه بقى، قومي بقى كفايه، قومي بدل ما اغسل دماغك، قومي بقى كفايه كفايه، عايزين ننضف. قومي يا حاجه، سيبها. شوف شوف ظابط الشرطه يا صاحبي، يا ظابط الشرطه انت، في ناس بتخش هنا تسرقني وتطلع تجري وانت ما بتعملش حاجه. ده لسه قاعده يا شكلها قامت يا احمد، قامت يا احمد. هات الفلوس هات الفلوس، وفي عصايه هنا. اهي هات يا حاجه، استنى استنى استنى. واو 147 دولار،
تعالي كل يوم، تعالي كل يوم هجيب لك اللي انت عايزاه. طب يا جدعان السايبر بتاعنا ان شاء الله هنكبره في الفيديو اللي جاي، هنجيب بقى كمبيوتر تاني هنا وهنجيب لنا كمان كمبيوتر، هنبدا نوسع المكان. هحاول انقل من المكان ده لان المكان ده بصراحه وحش جدا، شايفين المنطقه عامله ازاي؟ مكان مش قد كده. فانا هقفل المحل بتاعي دلوقتي عشان عايز اروح انام. ايه ده، في واحد جاي؟ ماشي يا عم خلاص، بعد ما الراجل ده يمشي هقفل المحل بتاعه وامشي. يلا ابروف ده، هيقعد قد ايه ده بس عشان ابقى عارف؟ برضه فل مفتوح، ما حددش ساعه. هو بيلعب لعبه انا اشتريتها بس مش عارف ايه هي اللعبه دي. يا صاحبي كفايه كده، والله اقفل عليك الكهرباء، هقفل عليك الكهرباء لو ما قمتش. انا هقفل الكهرباء، يلا اقفل عليك الكهرباء. لا اقفل عليك الكهرباء، بص بص هو شغال بيلعب اهو. مش مهم بقى الفلوس بتاعتك، يلا نعوض. مامي كده مش هيديني فلوس، نعوضها المره اللي جايه. يلا قفلت عليك الكهرباء. طب اي حاجه؟ طيب اي حاجه يا صاحبي اللي يجي منك حلو. طيب انتوا عالم معفنه، شغل الكهرباء تاني بس كده. ده طريقه ازاي تطفش بقى الزباين لو انت عايز تقوم واحد ومش عارف. شغل يا ابن الكمبيوتر، خلينا نقفل المحل ده ونقوم نمشي، نروح ننام بقى. يلا نقفل السايبر كده، كلوس خلاص قفلناه، نقوم بقى نروح نقفل فيشه الكهرباء بس كده عشان ما يحصلش قفله ولا حاجه. تمام، وبعد كده ننزل الجراج. اقفل يا ابني جراج ابو ساميه، اصلانه كلوزد مقفول دلوقتي. نروح ننام بقى ونصحى تاني يوم باذن الله نشتغل بقى الشغل التقيل. فين البيت بتاعي؟ استنى بس لما افتح الخريطه، او البيت بتاعي هناك اهو. يلا لمس عليك يا صاحبي. في صوت موسيقى يا جماعه جاي من مكان قريب من هنا، استنى بس اما اعرف الموسيقى ده من عند الهادي. لا في موسيقى، لا لا من هنا كده، من هنا. اوبعا ده من عند الهادي ولا سوبر ماركت الهادي. قفل الجراج، وفي مليطه جوه، في موسيقى شغاله ورقص ودعفله. عليك يا هادي يا لئيم. يلا يا عم نروح البيت بتاعنا، نطلع بقى نريح شويه وننام. ده الاسانسير اهو، اطلب الاسانسير بس كده. اطلع الدور، انا كان في الدور التالت تقريبا، امال ايه اللي في الدور التاني؟ معلش اطلع بس في الدور التاني، عرفني ايه اللي موجود فيه. معلش ايه ده، ايه اللي حصل في ايه؟ لما بفتح البتاع ده هو طالع. وايه اللي في الدور التاني بقى؟ هلا مين ده؟ ايه ده؟ ده في سايبر عندي في الدور التاني في البيت بتاعي. نهار ابيض، ده حته سايبر. اوبا يا نهار ابيض على الفلوس. ده موجود عندي في البيت بتاعي في الدور التاني مش بتاعي. بقول لك ايه، تيجي نسرقه؟ انا هسرقه على فكره. ماشي هجيله تاني يوم ان شاء الله. يا احلى كوستا 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 كوستا. بس كده يا جدعان دخلنا البيت بتاعنا، اقفل علينا الباب عشان الحراميه، وندخل بقى نريح شويه. طب يا جماعه كده احنا خلاص هننام بقى سليبنج ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هنكمل مع بعض. ايه ده انا قمت من النوم بسرعه كده. المهم الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل مع بعض بقى واحنا بنكبر المقهى الانترنت بتاعنا. استنوا بقى عشان في سلسله جامده جدا هتنزل. احلى مسا عليك يا صاحبي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تخبط زرار اللايك، وزي ما قلت لك هسيب لك اللعبه دي موجوده تحت الفيديو في اول كومنت لاجهزه الاندرويد. شكرا ليك حبيبي. انا ببص فين؟ معلش الكاميرا اهي، انا عمال اتكلم هنا ليه بقى؟ معلش ايه اللي بيحصل ده؟ بس انا دلوقتي بصور من كاميرا تانية، ففي كاميرتين موجودين، فانا ببص للكاميرا اللي مش شغاله، فانت فاهم الحوار. احلى مسا عليك يا صاحبي، شكرا جدا ليك حبيبي.